الصباحيه المنعشه اللي بلون الورد ديت. حيوتي روح قلبي نور عيني، اصحي اصحي يا احلى عروسه في الدنيا. احنا بقينا الصبح ولا ايه؟ صبح ايه، احنا بقينا الظهر. ظهريه مباركه يا عروسه. عارفه يا حياتي، انا اسعد راجل في الدنيا علشان انتي نورتي بيتي ودنيتي وحياتي. انا عايز ادلعك، عايز ادلعك في اول يوم من ايام العسل يا عسل. خلاص مادام كده يبقى تدلعني زي ما عمتي جواهر كانت بتدلعني. نعم عمتي الجواهر؟ ايوه، يعني مثلا يعني كنت اصحى من النوم كده الاقي عمتي جواهر محضره لي الفطار وجايبه لي لغايه السرير. هوبا، انت عايزاني اعمل لك الفطار واجيبه لك لغايه السرير؟ ايه كتير عليا؟ مش كتير عليك يا عسل. ماشي، اصل انا يعني كنت قايمه كده نفسي هفاني على بيت بالوسط. عشانك يا قمر اطلع لك القمر، عشان هواك قمر اطبعك يا قمر، احبك يا قمر. الله الله الله، ده ايه الروقان اللي انت فيه ده؟ يا سلام على السفره، يا سلام. تسلم ايديك. اخسريك يا ابراهيم، البسطرمه اتحرقت يا ابراهيم. ينفع كده؟ ده انت طلعت بليد قوي يا اخي في شغل المطبخ. حوش حوش اللي كانت بتجيب امتياز في المطبخ، العيب على عمتك، هي السبب. السبب في ايه يعني؟ كانت المفروض تكمل جميلها وتجيب لنا الفطار بتاع الصباحيه لغايه السرير. شوف يا شفت عشان تبطل تظلم الناس، بنات الحلال بيجوا على السيره يا ابني او بيجوا على الريحه. بس استني، ما هو ممكن يكون بابا وماما. صح، يبقى لازم الحق اغير هدومي. معلش يا ابراهيم افتح انت يا عريس بقى. عريس ايه؟ انا حرقت البسطرمه. لا طبعا، ربنا يخليكي. بس ايه ده كله؟ دي حاجه بسيطه، حمل التغذيه. امال فين حيوته اختي حبيبتي؟ حياه صباحيه مباركه على احلى عروسه في الدنيا. يا حبيبتي يا حبيبتي، الف مبروك يا حبيبتي، الف مبروك.